معلوم أن الله تبارك وتعالى يعني حرم دم المسلم، وحرمته عظيمة عند الله، وقد أوجب على القاتل المتعمد النار، وتوعده بالغضب واللعنة والعذاب. فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله تبارك وتعالى جعل قتل رجل واحد كقتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، منها يعني حديث أبي هريرة في الصحيح، وحديث عبد الله بن عمر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. وفي حديث عبد الله بن عمر في السنن: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. والتوعد على القتل في السنن في البخاري وفي غيره، يعني بأساليب كثيرة يحذر من أن الإنسان يعتدي على حرمة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة خطب الناس وقال، حذرهم من القتل. وإن الله تبارك وتعالى قال كما في حديث أبي هريرة في البخاري: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني فخرها بآبائها، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يدعن رجال فخرهم بآباء، إنما هم فحم من فحم النار، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان تدفع بأنفها النتنة. فالتحذير من هذا العمل وقتل المسلم المتعمد، والله عز وجل يعني حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فلبلغت اللهم فاشهد. والنصوص في هذا كثيرة. وهذا التوعد وهذا الوعيد ليس على القاتل فقط، وإنما يصيب القاتل ويصيب من أعانه ومن وقف عليه ومن تستر عليه ومن شاركه ومن سكت عليه ولم يكفه إن كان قادرا على ذلك.